شايل لك السؤال ده من يوم الجمعه. ايه قلت اول ما اشوفك. ايه بقى برونو سافيو؟ الحمد لله على السلامه. رايك ايه؟ رايي ايه؟ قلت لك كذا مره واقوله لك تاني. يلا. لعيب كويس بس أجل. مش سوبر يعني، مش الناس. جون حلو، بص جون جميل، جون جميل. جون حلو وانا قاعد عملتها معاه يعني. انت كنت هتعملها كده برضه؟ لا انا جايب جون 93 في الاسماعيلي زيه بالظبط، صح. فانا عارف ان انا اعملها كده. برازيلي عايز ما اعملش دي؟ اه اعملها. انا دايما اقول برونو لعيب كويس، بيرسي تاو لعيب كويس، بس مش برضه مش الكواليتي اللي لو انا ما عنديش 3 4 فايقين هو اللي يكسبني. مش هيكسبني يعني، لازم يبقى فيه 3 4 تقال جنبيه زي زيزو. زيزو لعيب كويس جدا، بس لو ما معهوش 2 3 ما يبانش زي الماتش اللي فات، ما يحركهوش. يعني زيزو مش لعيب سوبر؟ انا بالنسبه لي لا، لعيب كويس. يعني شايف ان برونو سافيو مش لعيب سوبر؟ لا. وزيزو مش لعيب سوبر؟ وبيرسيتاو مش لعيب سوبر؟ بيرسيتاو مش لعيب سوبر. زيزو لعيب كويس، كويس جدا ومؤدي وتكتيكي، بس لازم يبقى معاه 2 3 مهاريين. شوف زيزو بيتألق امتى؟ لما شيكابالا بيلعب. شوف زيزو بيتألق امتى؟ لما امام عاشور بيتألق. تخيل نادي الزمالك ان زيزو وامام عاشور لما يتمسكوا مفيش نادي الزمالك. معلش لازم نتكلم كوره شويه. سيف الجزيري ما راحتلوش حاجه خالص. الاطراف بتاع حد عمل له. ايوه ما انا بقول لك عشان مش فايقين. الثلاثه بتوع نص الملعب او الاثنين رؤى والوردي مش بتوع كوره، بيقطعوا بس. فانت كده زيزو اتمسك ما عملش حاجه. امام اتمسك ما عملش حاجه. عمر جابر جبته ناحيه الشمال وهو يا دوبك بيحك ناحيه اليمين وبيشتغل وبيعمل الاوفرات ماشي، انما الشمال مش عدلته خالص. ده بالنسبه للزمالك. فبرونو سافيو الايام بينا، هو لعيب كويس بس هتلاقيه في اوقات يخلص لك واحده كده كوره وبتاع، انما مش هيصنع لك فرص كتيره، مش هيبقى متالق قوي قوي زي ما في دماغنا. هرجع اقول لك كينو، هتقول لي كينو ب7 مليون دولار، خليهم 8 8 دلوقتي. هقول لك ما هو انا عشمان في واحد برازيلي ان شاء الله 3 4 مليون برازيلي، فانه واحد برازيلي استنى منه لعبه في الماتش يبقى عادي. ايه الفرق بينه وبين قفشه؟ ما هو انت مش هتجيب نيمار برضه؟ لا انا النادي الاهلي هجيب نيمار وابو نيمار كمان. ازاي يعني؟ ايوه مش نيمار نيمار يعني، اجيب يا كابتن النادي الاهلي مش هجيب نيمار. لا ما انا اقصد ان البرازيلي اقصد البرازيلي اللي في الليفل اللي انت عايزه ده هو مش هيلعب هنا. بص يا كابتن. ليه يا كابتن؟ شيء يلعب في الدوري المصري وهيجي يلعب في اوروبا. بقول لك يا كابتن، لا في ناس في الهلال السعودي كويسين جدا. هو بيدفع فيهم كام برضه يا كابتن عبد؟ 7 و8 واكتر. طب ما ندفع فيهم برضه، واحنا بدل ما اجيب 5 صفقات ب 10 مليون اجيب صفقه، اجيب صفقه صفقتين تقال زي دول. هو ده. بص يا كابتن عبد الجليل، كابتن عبد الجليل، صفقات اللي بتيجي للانديه الكبيره زي الزمالك والاهلي صفقات لازم تكون من العيار الثقيل، وليس مجرد ان انا بملى حشو. انا بحشي يعني، جايب بتاع وقاعد بحشي. ايمانويل لعيبه. ايمانويل لما جبناه كان لعيب مميز جدا، ما كانش سوبر ساعتها، عنده فارق سرعه في كل حاجه جوه الملعب، خفه وسرعه واداء ونظره وترقيص وكل حاجه، فجاي كان عامل فارق مستوى، عشان كده اخدت سنتين. ده كابتن هشام، يا كابتن هشام الوضع زمان غير دلوقتي. ليه؟ هديك مثال. لا هديك مثال، بلاش سيبك، مش هقول ايمانويل واوتاكا وفيليكس والناس دي كلها، ما كانش السوق في اوروبا بيخطف العالم ديت من الكهرباء. كان احنا بنعرف نخطف لنا كام واحد. دلوقتي النوعيه اللي زي ايمانويل وفيليكس واوتاكا والنوعيه دي هي مش هتلحق تجي لك هنا، هتكون اتخطفت بره. كلام بصراحه يعني. ده تقصير مننا. لا في لعيبه، في لعيبه موجوده بره تقدر تجيب لك عنصر او عنصرين مع اللعيبه اللي موجوده معاك تشتغل بيهم، ممكن تجيب لاعب او اثنين. هتجيب لاعب، هتجيب يعني 17 18 سنه وتاخد بالريسك؟ يعني ممكن دلوقتي اروح اجيب افريقي. انا لاعب 18 سنه بزمان. انا هروح اجيب لعيب افريقي ممكن يبقى ايمانويل بعد كده، بس لازم اجيبه عنده 17 18 سنه. لا مش هعرف اعمل، الاهلي مش هيقدر يعمل ريسك. ولا الزمالك دي. ولا الزمالك. فيليكس لما جالك كان 17 سنه او 18 سنه. بص ما لعبش غير ثاني سنه. انا ولا بفكر في الناشئين ولا بفكر، انا عندي تيم. التيم بتاعك في مفروض انك عندك قطاع الناشئين، قطاع الناشئين بيغذي فريق كل الانديه بتاعت مصر
كل ما اوعى تفهمني اللي جاي من بره اعلى من اللي موجود عندك في النادي. انت لو اديت اللي في النادي، اللي في النادي هيعلى اعلى بكتير من اللي هيجي لك من بره. انت بتدي فرصه اللي جاي من بره. يعني انا النهارده طارق حامد لو النهارده ما جاش نادي الزمالك كنت هقدر اعمل 50 مليون طارق حامد،